حاضر زكوني. الحمد لله عاودنا رجعنا. نشكر اداره مهرجان اتصالات اللي دائما يقدم لي دعوه باش نجي نحضر نشوف البيبليك تاعي هنا ونشوف الجمهور. وانا فرحان بزاف وانا ثاني متوحش بزاف وصافي لونطون ما تلاقيناش. وان شاء الله اليوم نحاولوا نمدوا لهم باقي من الاغاني تاعنا اللي يعرفوهم واللي مؤلفين يحفظوهم معنا ويغنوا معنا. جمهور المدينة القناة دائما كل مرة نتلاقى معاه، الجمهور دائما ينشط معايا، دائما يعاود يخليني دائما واحد الذكرى زوينة في راسي. كاين الألبوم الجاي إن شاء الله، ديت كادير جابوني، كاين سينجل خارج هاد الأيام إن شاء الله، تبغي لا مولا، سينجل جديد اللي خارج في الستيل تاع سي سويت اللي تعود الجمهور يسمعني فيها كيما ماما ميا كيما يونا مار. دونك حاجه تاع صيف ان شاء الله. كلمه الجمهور يعطيكم الصحه وكنبغيكم بزاف، وان شاء الله نتلاقاو في اقرب وقت ان شاء الله بشير في هاد لاسين، نزورو كاع الجمهور تاعنا هنا في المغرب ان شاء الله.